أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد اليمني. أيها الأخوة، تتواصل المساعي الأممية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وسط تعنت الإنقلابيين والتحديات التي تواجه مسار السلام. هل تنجح مبادرة الحديدة الأممية؟ وماذا عن خارطة العمل المقترحة من قبل المبعوث الأممي وما تحمله من تفاصيل من أهمها تحسين الوضع الإنساني وفسح مجال لمرحلة جديدة تضمن مختلف المكونات السياسية في اليمن؟ مبادرة أممية جديدة لإنهاء الأزمة اليمنية ناقشها اجتماع مجلس الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة بحضور إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي لدى اليمن. الخطة ترتكز على جانبين عسكري واقتصادي يتمثلان في تشكيل لجنة عسكرية تتفق عليها الحكومة الشرعية وميليشيا الانقلاب لإدارة الميناء أمنيا بإشراف ودعم أممي، ولجنة اقتصادية تدير إيرادات الميناء للمساعدة في حل قضية دفع مرتبات موظفي الدولة. أنا اليوم قدمت الأفكار التي هي موجودة لدينا في إطار ما سميناه الخطة للحديدة، وخطة الحديدة هي لها جانبين، جانب أولا أمني وعسكري يتعلق بتشكيل لجنة عسكرية يتفق عليها من الطرفين تدير الإطار الأمني والعسكري في الحديدة كطرف ثالث بإشراف ودعم من الأمم المتحدة، وكذلك لجنة اقتصادية تدير الميناء وإيرادات الميناء من أجل حل قضية كمان الإيرادات اللي موجودة، وخاصة الهدف منها هو حل قضية الرواتب. وعلى الصعيد الميداني تقوم ميليشيا الانقلاب بالتصعيد المستمر في الجبهات المختلفة مستهدفة المدنيين في الأحياء السكنية وقتل الأبرياء ومحاصرة المدن ومنع وصول المواد الإغاثية والطبية. وميدانيا استطاع الجيش الوطني المسنود بقوات التحالف العربي من التقدم العسكري في مختلف الجبهات، وفي تعز استطاعت قوات الشرعية السيطرة على جسر الرسيان الهامل وقطعت خطوط إمداد الميليشيا الواقع بين مدينة تعز الحديدة شمال معسكر خالد، وكبدت الميليشيا خسائر فادحة في العدة والعتاد. وفي جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء وجبهة صروا غرب مارب يواصل الجيش الوطني تقدمه والسيطرة على مواقع جديدة، والهدف الرئيس الوصول إلى العاصمة صنعاء لاكتثاث الميليشيا والمخلوع صالح. عبد الفتاح غلاب لبرنامج المشهد اليمني. أيها الأخوة، الحديث عن هذا الموضوع معنا في استوديو البرنامج الدكتور عصام هيبة الله شريم، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالحديدة. مرحبا بك دكتور، معنا في هذه الحلقة. مرحبا، أهلا وسهلا. الحديث عن الحديدة وأنت رئيس المؤتمر الشعبي العام بالحديدة، يعني نحن مع خبير بشؤون الحديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوضع. الحديدة كانت عقدة من فترة طويلة، الآن في هذه المبادرة، كيف تبدو لك المبادرة في شقيها، الشق الأمني العسكري والشق الأمني الاقتصادي الذي طرحت في هذه المبادرة؟ كيف تبدو لك يعني فرص نجاح هذه المبادرة في الحديدة الآن؟ في البداية شكرا لاستضافتكم. وفي الحقيقة المبادرة من حيث المبدأ في اعتقادي أنا أنها توجد اجتزاء للحلول. الذهاب طبعا، أنا من الحديدة ويهمنا جدا أن الحديدة يعني تحل مشكلتها ويتم إبعاد هذه الميليشيات الغاصبة للحديدة والناهبة لثرواتها منها، لكن في اعتقادي أن الذهاب إلى تجزئة الحلول
بهذه الصورة التي لجأ لها ولد الشيخ سيؤدي إلى ضياع القضية. نحن نتحدث قضية اليمن أو قضية الحديدة؟ قضية اليمن. اليمن هي جزء، الحديدة جزء من اليمن. نعم. نحن نتحدث يا أخي عن انقلاب، انقلاب كامل الأركان، انتزع شرعية دولة قائمة ونظام سياسي قائم، اعتدى على الدولة، صادر مؤسساتها، دخل إلى العاصمة، استولى بالقوة على كل مفاصل الدولة. لا غير أن نذهب إلى الحديدة أو تعز وفك الحصار عن تعز، يعني بصورة تعمل الوصول إلى الحل النهائي، لكن يجب أن لا تكون هذه الحلول الجزئية هي خطوات أولية للتنازل عن المرجعيات الأساسية للحل، لأنه لو ذهبنا إلى هذه الحلول المجتزأة بغض النظر عن مدى نجاحها من عدمه، لو ذهبنا إليها وغرقنا في هذه التفاصيل قد ننحرف عن المسار الأساسي الذي رسم عبر المرجعيات الأساسية المتمثلة في قرار مجلس الأمن 2216 أو في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أو في مخرجات الحوار الوطني. إذن نحن أمام خطوة من المبعوث الأممي هي جزء من الحل الذي نتطلع إليه كيمنيين لا محالة، الشامل. أيوة، لكن هل هذا الحل هو جزء من المرجعيات ويتمسك بالمرجعيات الأساسية؟ لما نتحدث عن طرف ثالث، دائما نتحدث عن طرف ثالث، أنا في اعتقادي أن هذا يتنافى مع المرجعيات، لأنه المرجعية تؤكد على أن الشرعية هي شرعية عبد ربه منصور هادي وحكومته. الذهاب إلى طرف ثالث معناه أنه في خلل من قبل المبعوث الأممي أو في نظرة مجتزأة يتساوى فيها الجلاد والضحية. بدليل أن أذهب إلى طرف ثالث. لكن دعنا، أنا حبيت في البداية أن أثبت هذه الحالة ونذهب لمناقشة أطروحاته فيما يتعلق بالحديدة. أولا، أعلن علي عبد الله صالح علنا وأمام اجتماع لمن تبقى من أعضاء مجلس النواب بأن الوصول إلى الحديدة أو تسليم الحديدة أبعد من عين الشمس، أبعد من عين الشمس بالحرف. تحدث عبد الملك الحوثي أنه لن يسلم لا الحديدة ولا غيره، وأنه لا زال مصر على الحرب إلى، قال إلى آخر يوم في الدنيا، ما أدري لا متى، المهم أنه بيحارب إلى أن يأتي يمكن الإمام الاثنى عشر الذي هو منتظره. فعلى العموم، عدم قبول الطرف الآخر صراحة بهذه المبادرة يفترض أنه يقفل الطريق أو الباب أمام المبعوث الأممي. لكن في اعتقادي أن المبعوث الأممي بدل من أن يرفع إلى مجلس الأمن أنه وصل إلى طريق مسدود لكي ينتقل مجلس الأمن إلى اتخاذ أدوات أكثر صرامة مع الإنقلابيين وفقا لآليات مجلس الأمن والأمم المتحدة في مثل هذا الخصوص، يحاول أن يصل إلى حلول في اعتقادي ترقيعية مجتزأة لا يمكن تصل في الأخير إلى نتائج، لأن من تتعامل معهم يطرحون آراء واضحة أنهم لا يمكن يسلموا، لا يمكن يستسلموا في بحسب ما يطرح علي عبد الله صالح، وأن علي عبد الله صالح مصر على الحوار، حواره الشخصي باعتباره هو الوحيد اللي يمثل اليمنيين فقط وغيره لا، مع المملكة العربية السعودية، لأنه يريد من هذا الحوار ما كان يعطى له في السابق، وتم يعني وقف هذه الموارد اللي كان يعتبرها يعني باب من أبواب الاسترزاق وابتزاز الجيران. ففي اعتقادي أن الحديث عن مبادرة بشأن الحديدة هي في حد ذاتها شيء جميل. لما يتحدث ولد الشيخ عن طرف ثالث أو طرف محايد، إذا هو صادق فنشتكي له أنه لن يجد أكثر حيادية من أبناء الحديدة أنفسهم. أبناء الحديدة طول الفترة الماضية الحكم على عبد الله صالح لم يكونوا طرف. وهل حدد الطرف الثالث هو؟ ما حدد، بس قد يكونوا من الحديدة. أنا أقول له اعتبروا مني نصيحة. نعم. أنه أبناء الحديدة هم طرف محايد وهم طرف ثالث. عمر أبناء الحديدة ما كانوا طرف مع علي عبد الله صالح في سلطة، في انتخاب فقط يروحوا يصوتوا، بس في سلطة
لم يكونوا أبناء كل الساحة، كل ساحة التهامي، كل ساحة التهامي، كل كذا. كل ساحة. وبالتالي إذا إذا هو جاد ولد الشيخ فليسلم محافظة الحديدة لأبناء الحديدة بس بس، سواء كانوا مع الشرعية أو حتى ممن ضلوا مع الإنقلاب، فليستلموا أبناء الحديدة حتى اللي مع أنا حديدتهم. أنا موافق، أنا شخصيا في إطار يعتبروا احنا في إطار الشرعية، أنا موافق أن يستلموا أبناء الحديدة اللي في إطار الإنقلاب، يستلموا الحديدة، لن يدعوهم. هناك وصايا يا عزيزي من المناطق الأخرى على الحديدة، واعتبار أبناء الحديدة قصر، لذلك لا يمكن تدار الحديدة بأبنائها. لو ولد الشيخ جاد في هذه المبادرة يسلم الحديدة لأبنائها. طيب أين صوتهم؟ أين صوتهم في هذه المعمعة الآن؟ لأن أبناء الحديدة هذه قصة طويلة تحتاج طيب إلى حاجة. أنا أرجع لأنه في المبادرة أنه خروج الإنقلابيين وخروج كل الأطراف الأخرى من الحديدة وتشكيل مجلس، ويعني في ممثلون من أين سيأتي هذا المجلس؟ الطرف الثالث من؟ هذا هو السؤال. أبناء الحديدة الطرف الثالث من؟ إذا طلب من علي عبد الله صالح أن يأتي بشريك في هذا الطرف الثالث كما طرح والد الشيخ أنه سيكون طرف ماكس من الجميع، إذا طلب من علي بن صالح والله لن يأتي بواحد من أبناء الحديدة حتى ممن كانوا يقاتلون معه، لأنه ينظر إلى هذه المحافظة علي عبد الله صالح بأنها البقرة الحلوب، وأنه ليس لها مجال في الاشتراك في السلطة إطلاقا إلا فيما يتعلق بالموارد فقط. يعني هل يعني هذا دكتور أن فشل المبادرة؟ يعني تتوقع أن المبادرة تفشل في هذا الضوابط اللي تحدث عنها؟ ما نصدم الناس بدري، بس يعني في اعتقادي أنها ولدت ميتة. هذه المبادرة هي أعتقد أنا أنه يريد ولد الشيخ أن ينتقل من مربع إلى مربع آخر كمحاولة من أجل ما يقول أنه في فشل للوساطة الدولية. يا أخي لا ندري، إلى الآن لم نعد نعرف ما هو دور الأمم المتحدة. هو عموما هو ميسر، هو حتى في ومهمته في الأمم المتحدة هو كوسط، هو ميسر لكي يلتقوا الناس على طاولة واحدة. الناس هذولا لن يلتقوا إلا إذا تحققت خسائر على الأرض. نحن نعرف خصمنا تماما، نعرف أن هذا الخصم لا يمكن يستسلم أو يقبل بأي مفاوضات إلا إذا كسر عظمه في الميدان. طبعا اما الحديده بالنسبه لهم الحديده هي البقره الحلوب. طيب لماذا لم ينظر لهذه المبادره على انها نشات فعلا ابناء الحديده، ان هي المناخ الذي سيعيد تشكيل ابناء الحديده ليصبحوا فعلا هم في والله شوف، والخطوه التاليه هما ان يديروا المبادره من حيث الشكل مثاليه. نعم المبادره من حيث الشكل مثاليه، اذا تمت بالطريقه التي سمعنا عنها او سربت من بعض، ولو انه سمعت ان ولد الشيخ نفى في حسابه أن هذه المبادرة اللي سربت هي المبادرة الحقيقية، لكن لنفترض أن جزء منها واقعي فهي مبادرة مثالية بشكلها. أيوة في شكلها، وأن ممكن تجعل من الحديدة زي دبي، بس من بيخليها يعني منطقة محايدة. الآن هي كأنهم كانوا يتحدثوا على أنهم يخرجوها من النزاع وتصبح تعمل لوحدها، حتى نتحدث عن ماذا؟ تحدث عن جانبين، جانب الأمني والعسكري والجانب الاقتصادي، وذهب بعيد حتى في الجانب الاقتصادي، وأنه سيجمع من المشايخ والوجهاء وسيشكل مجلس يعني استشاري فيها في من هذا القبيل. لكن في الأخير أنت بحاجة إلى إبعاد المسلحين والعسكر الذي جاء بهم علي عبد الله صالح واللي جاء بهم عبد الملك السعودي لتسريبات لعله منها يعني لاحتلال الأرض. هل سيقبل علي عبد الله صالح أو عبد الملك الحوثي أن يحمل سلاحه ويحمل يعني عتاده ويرحل؟ هذا الكلام ما أعتقدش أنه يتم. لكن وإذا ما إذا حصل إذا نجح ولد الشيخ، فأنا من أبناء الحديدة أعده بتمثال في الحديدة، يعني تمثال كبير في أكبر ساحة في الحديدة ولد الشيخ لنجح هذه المبادرة. طيب كيف تنظر أيضا من التسريبات أيضا والحديث عن مكونات هذه المبادرة حكاية فتح فرع للبنك المركزي وإشراف عليه من الطرف آخر؟ يعني أيضا ليش أنا قلت لك أن القضية هي سحب البساط من تحت المرجعيات الثلاث ومن الشرعية والتحول إلى خصوم أنداد وإيجاد طرف ثالث فاصل. لماذا تتحدث عن البنك المركزي؟ البنك المركزي هو سلطة سيادية تم نقله وتم من قبل الخزانة الأمريكية الإفراج عن الأرصدة، وتم بدء تشغيل نظام السوفت للتحويلات، وبدأت الناس تشتغل
في اعتقادي أنا إنه انغماس ولد الشيخ في التفاصيل الإدارية اليومية سيضيع القضية الأساسية. ربما يكون هدفا لتعقيداتها. سيضيع لأنه هذا ليس عمله. الانغماس في التفاصيل الإدارة اليومية والبنك المركزي ومن يشرف عليه وبقاء موظفين 2010. يا عزيزي لو أقول لك أن هناك من موظفي البنك المركزي في 2010 وما بعده معتقلين ومسجونين لدى الحوثة. ومن ضمنهم أحد الزملاء يدعى فهد معتقل لدى الحوثة وهو من موظفي ومن كوادر البنك المركزي في الحديدة. يعني حبسوه بسبب مواقفه وكذا. طيب انت ايش تشتغل كيف تصنيفاتهم موظف 2000 او موظف 2010 تحدثوا انه سيتم ايصال الاستعانه بهم يعني في اعاده تشغيل الفرع المركز. فهد علي فرج حمود عشان اكون عشان ما يقولوش انه انا كذاب. هذا فهد علي فرج حمود احد الكوادر والقيادات في البنك المركزي ومعتقل لدى الحوثة لسبب مواقفه السياسيه. وهو من الاخوان الناصريين في اعتقادي. فشوف انت يعني هذا الاشخاص محابيس. بمن ستقود البنك المركزي؟ بمساجين معتقلين. اقول لك لم يدعوا احد هذول الناس الا اضروا به واذوا. ويجي في الاخير يقول لي سيشتغل البنك المركزي في الحديده بموظفين. تحدث حتى في تصريحه في تقرير الخبريه الان تحدث عن يعني صرف الرواتب انه من خلال عائدات هذا الميناء سيصرف الرواتب. لمن؟ كم عائدات الميناء كله؟ نتكلم بالارقام. لا بس مرتبات وزارة الدفاع 50 مليار. كم إرادة المينا؟ المينا يسرقوه الجماعة كل يوم. إذا ما افترضنا إن ستضبط هذه الأشياء، لكن يعني لما هذا المسار الاقتصادي اللي بعيد أيضا حتى عن صندوق البنك المركزي وبعيد عن نظام الدولة والرواتب تشرف عليها الحكومة الشرعية؟ يا أخي يصدر مجلس الأمن القرار إن الحديدة تحت الوصاية وخلاص خلصوا عن الشغلة. احنا بحاجه الى وسيط دولي نزيه. الامم المتحده يجب ان تحدد موقفها. هذا انقلاب وهذه شرعيه واحنا تحت الفصل السابع. يجب ان تدخل الامم المتحده بمواقف صارمه. مش انقلاب ولا شرعيه خلاص يخلصوا احنا. يقولوا انه عبد الملك الحوثي شرعي وعلي عبد الله صالح شرعي ويعترفوا بهم. لكن ان نظل نراوح في النص وتظل الناس تموت كل يوم واحنا في بيانات واجتماعات ومن جنيف الى مش عارف فين الى هذا كلام فارغ والناس سئمت. هذا صحيح. طيب ايضا مما يتم الحديث عنها لان ايقاف اي تدخل عسكري في الحديده بعد هذا هو هذا. طيب حتى ايقاف التدخل العسكري يعني معناته الحكومه الشرعيه ايضا حتى لا تدخل ايضا. ايوه على اساس ان تظل الامور لا غالب ولا مغلوب. انه طيب خلاص رفع لا هي مع الشرعيه ولا هي مع الانقلابيه. طيب اوكي انت قدمت مبادره. ليش ما تعلن ان هذه المبادره هي الخيار الاخير للانقلابيين؟ اما ان يقبلوها او احنا بنترك الناس تحدد مصيرها عبر حسم عسكري. لا مجرد ما تتحرك دول التحالف ويتحرك الجيش الوطني او الدوله الحكومه الشرعيه تتحرك في اطار الحديده يقولوا لا استوب ممنوع الحديده انسانيا. يا اخي ايش من انسانيا؟ الناس تموت كل يوم من النهب ومن السرقه ومن الجوع ومن الكوليرا. يقول لك الكوليرا منتشره فين؟ في عدن؟ لا في حضرموت. منتشره في المناطق الذي يسيطر عليها هذول الناس. هم وباء، هم نفسهم وباء في حد ذاته. فهم يسيطروا على مناطق اصبح فيها المرض والفقر والسرقه والنهب. كل شيء موجود في المناطق التي تحت سيطره عبد الملك. طيب انا اتحدث الان خلينا نتحدث الان عن فكره المجلس وممثلي المجلس المؤتمر الحوثيون الاصلاح الشرعيه وخمسه محايدين ايضا. هذا الدستور يعني جديد. يعني هذا الخليط يعني هل يمكن فعلا ان يعمل هذا والمعارك تدور على الجبهات في 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 مران وفي صعده وفي صنعاء؟ هذا بحاجه الى اول حاجه احنا بحاجه الى نظام حكم. هذا له في الدستور ولا تحت اي قوانين؟ طيب ستسير الناس دوله لما يشتغلوا ما هي المؤشرات التشريعيه اللي حيشتغلوا عليها؟ هل هو دستور الجمهوريه اليمنيه؟ هل هو سيصيغ لهم دستور جديد ولد الشيخ؟ هل القوانين النافذه؟ هل لانه هذه حتعتبر كلها مؤسسات مستحدثه. تمام؟
من بيشتغل؟ من بيدير البلد؟ من يدير المحافظة؟ ممكن يكون هناك يعني نوع من وثائق التفاهم أو شيء من هذا النوع، يعني خطط معينة تحت إشرافهم. المحركات دائرة بالكل، الطائرات تضرب، المدافع على 40 كيلو من الحديدة. تمام. الألغام تحاصرهم في الحديدة والمتفجرات الكذا. يعني هل الأمم المتحدة قادرة على رفض هذا البنك المركزي اللي استفتحها في الحديدة؟ الأمم المتحدة بترفضها. الأمم المتحدة تدور اشتراكات الدول، معظم الدول الكبرى صحيح. لا تسدد اشتراكاتها. والكوليرا دليل، ومرض الكوليرا لا شغل عنه. الأمم المتحدة قائمة على دول الخليج وعلى طيب. الدول التي تسدد الاشتراكات. لما يفتح صندوق الآن، يفتح بنك مركزي في الحديدة، وفي بنك مركزي في صنعاء، وفي بنك مركزي في عدن. هذا لصالح من؟ ومن الذي يجيز مثل هذا الطرح؟ من الشروط أنه لا يكونوا يعني قد تلطخت أيديهم بالدماء، لا يكونوا يعني شاركوا في المعارك أو شاركوا في، من أين سيأتوا بهؤلاء يعني؟ يعني هذا أيضا من المواصفات. أبناء الحديدة والله لم يتلطخوا بالدماء، والله جد، مش لأنه من الحديدة جد، يعني حتى أكثر واحد يقف مع الحوثي حيقف يناصره بالصرخة ولا يزعق معه، لكن ما 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 أبناء الحديدة مسالمون ومدنيون ولم تلطخ أيديهم. لا هو صادق يسلم الحديدة لأبنائها ويسلم، بس يسلم الحديدة لأبنائها حتى ممن يوالون صالح أو ممن يوالون، بس يستلم الحديدة أبنائها. وصدقنا أن أبناء الحديدة إذا التقوا فيما بينهم والله لا يتفقوا. هم يتحدثون الآن عن تأهيل الكوادر، ويتحدثون عن تأهيل الميناء، ويتحدثون عن تأهيل المدينة. هذا الكلام يحتاج برامج لسنوات إن لم يكن أشهر. هذا كلام بالنظر، معناته هل نستعد لخمس سنوات قادمة للحرب؟ لما يتحدث والد الشيخ عن هذه الخطة المثالية، يا أخي هي كلمتين، هل هذا انقلاب ولا لا؟ إذا هذا انقلاب، إما أن تتخذ الأمم المتحدة قرارات واضحة في إطار إعادة الشرعية وفقا لقراراتها هي، هذا محسوم في 22/16 محسوم، هذا واضح، أو تترك الناس يحسموا أمورهم في الميدان. ما شوف، احنا الشرعية لم تبدأ الحرب، او هذه لم يبدأ الحرب، طيب. هذه حبس في بيته وحوصر وتعرض صحيح. الى مشاكل كبيرة وساكت، خرج يلقي خطاب اثناء توقيع اتفاقية الشراكة او السلم الشراكة المفروضة عليه من الحوثيين، ودمعت عيونه في القصر وهو تحت الإقامة بالقوة تحت السلاح، ومع ذلك الأمم المتحدة كانت تصفق وساندت الاتفاقية السلم والشراكة، رغم أن هي من كانت تدعم المبادرة الخليجية وتصر على شرعية هذه. احنا نريد موقف واضح من المنظمات الدولية، مش يكون في يعني قرارات وتصريحات في الإعلان. هل يمكن نربط بين هذه المبادرة وبين يعني الآن الانتصارات، الزحف الآن حتى وإن كان بطيئا لكنه زحف أيضا في انتصارات وفي تحقيق حقيقة للمقاومة وللجيش الشرعي، جيش الحكومة الشرعي يعني نحو المناطق؟ يعني إحنا الآن بدأت المعارك، وصلت إلى صعدة، إلى يعني مران، إلى مناطق قريبة. لو تلاحظ أنت من آخر اجتماع للأمم المتحدة آخر تحرك إلى الآن كم أشهر؟ أكثر من 4-5 أشهر. نعم. كلما تسكن الجبهات، كلما تسكن الأمم المتحدة ومندوبها وتسترخي. وإذا نشطت، ما أن تتحرك الجبهات ويحدث فيها قليل من الانتصارات أو التقدم، حتى تعود الأمم المتحدة حريصة على السلام وتريد أن تحمي الناس من الكوليرا وتعيد يعني فجأة. طيب أنا أرجع لموضوع تشكيلة الممثلين، المؤتمر والحوثيين، الإصلاح أيضا، رفع هذا الاسم أيضا ودفعه الآن إلى إلى إلى, إلى الجدال ومحل السجال الآن، بينما هو معروف من حزب الإصلاح يعني إلى حد ما هادئ، يعني ما كان واضحا بالي. شوف، حزب الإصلاح هو حزب لا شك أنه حزب إسلامي، لكن لديه من الميراث السياسي ومن المشاركة السياسية ما جعله يعني أكثر مرونة وأكثر قابلية للتعامل مع نتائج الانتخابات والرأي الآخر، يعني ليس بالمعنى الإسلامي الذي ينظر له من قبل بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة التي ترفض العمل السياسي وتعتبر موضوع، بالعكس جماعة الإصلاح أو ما قبلها، ما قبل تأسيس الأحزاب، كانت تلقى رعاية علي عبد الله صالح، وكان علي عبد الله صالح على رأس مؤسسي هذه الحركة.
وكان يدعمها دعم غير محدود. دعمها يستثمرها مثل ما وكان يقاتل يعني. أثناء قتاله مع المحافظات الجنوبية قبل الوحدة كان يقاتل بالجماعات الإسلامية، وعندما كان يتم التجنيد للأفغان وغيرهم أيام الصراع مع الشيوعية والاتحاد السوفيتي كان علي عبد الله صالح يشرف على هذول الشباب اللي يسافروا إلى الخارج ليقاتلوا. يعني علي عبد الله صالح مش بعيد عن هذه الجماعة. عندما قاتل الجنوبيين في 94 علي عبد الله صالح استخدم حزب الإصلاح وقاتل معهم أو قاتلوا معه بالمعنى الدقيق. يعني هذه الجماعة في حينها لما كان يستثمرها علي صالح ما كانت جماعة إرهابية. الآن كلما حاولوا الناس يخرجوا عليه أو يقولوا له هذا غلط وهذا صح قلب الناس كلهم إرهابيين. إلا الحوثيين ليسوا إرهابيين بالنسبة له. هم أساس الإرهاب في الدنيا. هو لا يرهم الحوثيين، لا يرهم شركاء الآن معه الآن. هم يقولون. لا زمان قبل 6 سنوات كان يخطب علي عبد الله صالح ويتغزل في الإصلاح ويعتبر الحوثيين مش إرهابيين، فوق مستوى الإرهاب، وأنهم إماميون وأنهم سيعودوا بالجمهورية إلى الوراء. واليوم لا يرى نفسه وهو يصافحهم ويعانقهم ويسلم الجمهورية لهم ليعودوا مرة أخرى باليمن إلى ما قبل الجمهورية، وهو يتغزل ويتكلم كذبا في موضوع 70 وأنه أحد أبطال حصار 70 وثورة سبتمبر، واليوم يسلم الجمهورية للحوثيين. شكرا لك دكتور. عفوا. أنت وقت الحلقة لكن بدنا نستمر في الحديث معك شائك. شكرا لك. إذن أيها الأخوة شكرا لضيفي الدكتور عصام هبة الله شريم رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في الحديدة. شكرا لكم على طيب متابعتكم. تحية لكم من فريق البرنامج. في أمان الله.